اكتر حاجة بتاخد منك مجهود ايه؟ مجهود الغناء او تدريب. التأليف، او مش فكرة التأليف، فكرة انك تعملي بروجكت خاص فيكي بعد ما كل الناس متعودين عليكي من سنين انه خلص انت لا مجال الاطفال بس. فيمكن ما بعرف ان شاء الله كله هيك يعني يكون خفيفة عليهم بهذا الستايل الجديد. واعتقد انه بنت تألف وتلحن وتغني ان شاء الله تكونوا بصالحي، ان شاء الله تكونوا بصالحي. ايه الحمد لله لهلا الاغاني اللي كتبتهم كلهم كلماتي والحاني، طبعا بالاشتراك مع اصدقائي. مبسوطه كثير اني اشتغلت معهم، تعاونت بمصر. وبكره ان شاء الله بالحفله رح يكون في يعني جزء منهم رح اغنيهم لاول مره. احنا من شويه كنت بتقولي يا تالا ننجز، وعندك حفله بكره، اول حفلاتك في مصر ان شاء الله. عايزين نسمع اغنيه مصريه. يلا بينا. يلا بينا. نفس اللي شفناها بالفيديو. يلا يوم أنا جديد. انا كثير بحبها. يوم جديد. هي الاغنيه مبهجه وانت فيها مبهجه. تسلمي. الله يخليكي. شكرا. يوم جديد كل حياة، شمس بتبتسم وناس وهوى، والعصافير بتغني في سما، غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدوب، يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نصه التاني ويروح، يروح معاه ويملى الحياة كده. كفرز انت. انا شايفه ان انت مغنيه كذا كفر. اي لانه هلا انا ليش عملت، ليش قصدت ابدا بالكفرز؟ قلت لك الناس متعودين علي بستايل مع بابا مع اغاني الاطفال. فشوي شوي بدي احضرهم واحضر حالي انه انا رح يعني رح اطلع عليكم بشكل جديد. لا تتفاجئوا ولا تخافوا ولا لا تستغربوا يعني. فمن هون بدات فكره انه خلص بلش بالكفرز، وبعدين شوي شوي ابدا باغاني الاوريجينال. ان شاء الله بكره بالحفله رح يكون في تقريبا 3 أو 4 اغاني اوريجينال، كلماتي والحاني وغنائي، الباقي كفرز. ومبسوطه كثير انه بابا رح يشاركني هي التجربه، حتى ما رح يغني اغاني يعني. اوكي ممكن يكون في شيء من اغانيه، بس رح نغني شيء هو كان يغني اصلا بالشباب، فتره الجامعه، الكليه، مع الباند تبعه. وطبعا اخواتي محمد وديما. بس ان شاء الله هيك تكون تجربه حلوه. انا كثير متحمسه لها، وطبيعي اقلق يعني، شيء جديد بالنسبه لي. خطوه كبيره برضه. خطوه حفلاتك صراحه يعني. سيتصور الجمهور. سيتصور يعني طلعت قدام الاف الناس، عرفتي؟ بس وبكل البلدان الحمد لله العربيه. بس بكره الى هيك